في برنامج توضيح، ويعني هناك كثير من الأشياء التي يجب أن نوضحها، ونتمنى يعني أن تصل إلى أكبر عدد ممكن. وهذه الأشياء يجب أن لا يكون فيها تشكيك، لأن مع الأشخاص تقول لك أنا سمعتك قلت ولكن شخص آخر قال، فهذه أشياء يعني أنا أستحي منها، لأن أصبح الناس يعني على قدم وساق في النصائح، فهناك من حرق يعني أيديه في المختبر في الطياس، يعني في المختبر بالمحاليل في البحث العلمي وليل نهار، وهناك أشخاص يقرؤون وينصحون، يقرؤون وينصحون، أو ينقلون ويستمعون وينصحون. يجب أن يفرق الناس ما بين الباحثين لكي ينصحوا حقيقتهم الشخصية بأبحاثهم الشخصية، وما بين الناس اللي كيقراو والناس اللي كيأتوا بالمعلومة هكذا يعني تتلقاها في السماء يعني ويأتون بها إلى الناس. فيعني لا زلنا نتكلم عن السكر، ونتمنى أن هذا الحديث يعني نتمنى أن لا يكون بعده تشكيك، نتمنى أن لا يكون بعده تشكيك. نحن تكلمنا عن السكر، السكروز، سكر المطبخ الذي يشرب به الناس القهوة، يعني البن، هذه القهوة والشاي، السكر اللي كيشريوه الناس يعني في علب، يعني هذا اللي يباع، اللي معروف، اللي يوضع في البراد، اللي كيشربوا به الناس شاي وقهوة. هذا السكر يوجد في الطبيعة، السكروز بالفرنسية سكروز، هذا يوجد في الطبيعة، موجود في قصب السكر، وموجود في الشمندر، وموجود حتى في الشمندر الأحمر في البنجر، هذه اللي كنسموها الباربة بالعربي، موجود في أنواع التمر، عندنا في المغرب نوع اسمه بوزكري، عندنا غني بالسكروز، هذا بسكر المائدة أو سكر المطبخ. هذا سكر يوجد في الطبيعة، هذا ليس خطر على الجسم. كنا نكذب على الناس ونروع الناس ونكذب عليهم، الكمية هي الخطر وليس طبيعة المادة، لأن المادة خلقها الله، توجد في الطبيعة. الجسم ممكن أن يحلل، يعني ممكن أن يستقلب 6 كيلوغرام في السنة، أكثر من 6 كيلوغرام في السنة لا يقدر الجسم على ولذلك لما يتراكم هذا السكر، لما تستهلك كمية كبيرة في اليوم يتراكم في الجسم، الجسم لا يقدر على استقلابه، فهذا السكر يؤذي الجسم، يتسبب في كل شيء، يعني أكثر من 130 عرض يسببها في الدنيا، حتى الألزايمر والباركنسون والسرطان وحتى الصرع والديبريشن وحتى الأمعاء وكل الأشياء يتسبب فيها هذا السكروز. لماذا؟ لأنه هنا الكمية هي الخطيرة، لأنه فات الحد الذي يقدر عليه الجسم، من اللي كيفوت الحد الذي يقدر عليه الجسم في الاستقلاب، فعندنا الفيدباك المسكين، نحن كنسميه الفيدباك، يولي عندنا مشكل عكسي، كيولي مشكل في الجسم. إنما طبيعة السكر ليست خطيرة، وأن نفرق بين السكر وبين المحليات، بالفرنسية لزيدو الكوران، بالأنجليزية سويتنرز، أن نفرق بين مكونات كيماوية كيخلطها الناس مع السكر، لما يتكلم عن السكريات هكذا لا يعرف عن ماذا يتكلم. نحن أفنينا أعمارنا في هذه الأشياء، ثم يأتي شخص هكذا ويتكلم عن السكر خطر، والسكر خطر، السكر ليس خطر، كمية السكر خطر، باش نوضحوا للناس، هذا توضيح. ثم السكريات الأخرى ليست سكريات، هي كيماويات محلية، كميات عن كيماويات عند مذاق حلو، كيماويات عند مذاق حلو. الأسبرتام ليس سكر، مكون كيماوي عنده مذاق حلو يستعمل كالسكر. السكرين هذه اللي كياخذوا أصحاب السكري، وياريت يعني أصحاب السكري ماشي السكر اللي كيقتلوا، من السكرين اللي كتقتلوا. أصحاب السكر يمتنعوا عن السكرين، عن استعمال السكرين، لأن كيكون في السكر كيولي في الألزايمر وفي باركنسون، كيولي في أشياء أخرى. هذه فلينتهوا، يتعودوا على المذاق اللي بدون سكر فقط، وأن لا يستعملوا هذه الأشياء، لأن عنده سكري ثم يجيب أشياء كيماوية على الجسم، هو مناعته منخفضة. هنا السكرين والأسبرتايم والسايكلامايت والطوماتين والأزيسيلفات بوتاسيوم، هذه كلها بالفرنسية إيديو الكوغان، وكنسموه بالإنجليزية سويتنرز، وبالعربية ما عندهاش اسم مع الأسف، فأنا بعض الناس على فضائيات، شفتم أنا على فضائيات أطباء يعني يتكلمون على أشياء ويخلطونها مع السكر، يتكلم عليها يعني لا يدري عن ما يتكلم. فهذه الأشياء تستعمل حتى في المحاليل التي تباع في الصيدليات، كيحلوا بها حتى الأدوية، كيحلوا بها الأدوية، بحال مثلا هذه الدواء ديال خفض الحرارة عند الطفل، ملي كيعطيوه هذاك الساشي كيلقى فيه واحد السكر حلو، هذاك ليس سكر، هذيك محلي كيماوي، كيحلوا بلاسبارتام ولا بلازيشيفات بوتاسيوم ولا بسيكلامات،
كيحلوش بالي. علاش؟ لان كيستعملوا كميه قليله، لانه مذاق قوي، مذاق حلو قوي. فهذا التوضيح الناس باش يكونوا يعني واعين بهذه المساله هذه، باش ما يبقاوش يخلطوا المحليات الكيماويه اللي كتوجد في بعض المشروبات الغازيه وبعض حتى بعض العصائر. كاين عصائر في المغرب، عندنا عصائر تباع فيها الاسبارتام، فيها ازيسولفات البوتاسيوم، فيها الاسبارتام، وراه كيكتبوا عليكم او ملي كتلقاو او 950 حتى 959 راه هما هذوك. يعني ملي كتلقى مع العلماء مكتوبه هذه، حتى الحلويات كيحليوهم بهذه المسائل هذه. وحتى بعض الشركات عندنا في المغرب الحمد لله كاين بعض الشركات بدات كتكتب على المنتوجات ديالها بدون اسبارتام، وهذا شيء ايجابي. هادو هما الصناع اللي بغينا حنا انهم يوضحوا للمستهلك، يعني تيقول لك بدون اسبارتام، هذا جيد، ونشجع هاد الصناع هادو، نشجعهم اللي كيخدموا بمنتوجات جيده وطبيعيه، نشجعهم لا في زيت الزيتون ولا في المربى ولا في كل شيء. وان السكر كما قلت ليس خطر، انما كميه السكر هي اللي خطا، باش نوضحوا للناس. يعني 6 كيلوغرام في السنه قسمهم على 365، شوف كم الكميه التي يجب ان تستهلكها يوميا، هي لا تفوت 13 حتى 15 غرام، لا تفوت يعني قطعه سكر في اليوم. ثم بعض الاشياء اخرى، الناس اصبحوا يخوفون ويروعون الناس من الجلوتين، القمح. عاش الانسان منذ ان سيدنا ادم الى الان عاش بالقمح، على سيدنا يوسف ولا اسمه دعوه في سنبله، يعني حتى في القران يتكلم عليه. فالقمح التاريخ ديالو باين، يعني من لونتيكيتي معروف بان هذا الانسان عاش على القمح، عاش على الشعير والذره والقمح، الحبوب، يعني كانت حبوب كثيره بالالاف وليس بالمئات. فلماذا الان القمح اصبحوا يمنعونه عن الناس؟ غريب. يعني الجلوتين ليس المشكل في الجلوتين، المشكل في التغيير الوراثي للقمح، والمشكل في الخميره التي تستعمل للخبز. توضيح للناس المشكل في الخميره والمشكل في نوع القمح، هل هو طبيعي ام مغير ترانسجينيك؟ اذا كان قمح مغير وراثيا والخميره مغيره وراثيا طبعا وعليا، والخميره التي تستعمل الان في الخبز فهذا ليس خبز، لان الخبز كان تستعمل في خمائر فيها البكتيريا اللبنيه، والبكتيريا اللبنيه تحل حمض الفيتيك، وتكلمنا عليها يعني شحال من مره، عندنا مره تكلمنا على هذا المشكل هذا، يعني وعدنا فيه ثلاثه دكتورات مأطرين في هذا الموضوع ديال الخميره البلديه. فالخميرة ليست المشكل في التخمر، والمشكل في طبيعة القمح وليس في الجلوتين، باش الناس يفهموا الأمور يعني كيفاش. فعلى الناس يخوفون من الجلوتين، فماذا يأكل الناس إلى ما كانوش القمح، ماذا يأكلون؟ فهنا صحيح أن كاين أمراض الآن اللي ما نتكلموش على سيلياك، مرض سيلياك هذه الأوتيزم، هذه يعني التوحد وسيلياك، هذو ممنوع عليهم الجلوتين. كاين أمراض أخرى كذلك ممنوع عليها الجلوتين، بعض التقرحات على مستوى القولون، ولكن نمنعوا الجلوتين على أصحاب السرطان لا. يعني ما كنظن أن التغيير الوراثي هو اللي كيتمنع على هذا. أما هذه المسائل هذه باش نوضحوا للناس الأمور يعني من الناحية العلمية، باش ما نلقاوش يعني الجلوتين كذلك. انا الجلوتين نعم بعض الامراض لا يصلح، السيلياك ممنوع عليهم الجلوتين، الاوتيستيك هذو يعني الاطفال اللي عندهم توحد ممنوع عليهم الجلوتين، يعني ما كيعطي مورفينات طبعا، وهذه المورفينات هي اللي مشكل على مستوى الامعاء، اوبويدات، هذه الاوبويدات اللي كيعطيها الجلوتين، وكتعطيها حتى الكازيين، كازيين الحليب هي اللي كتعطي هذه المسائل هذه، ولذلك نمنعه على هذه الامراض. فهذه التوضيحات يجب الناس يعني ان يتجنبوا أي نصيحة أو أي كلام يسمعونه، لأن لا يقدر عديم التخصص، الناس اللي ما عندهمش تخصص في السيونس أليمونتير، يعني في علم الأغذية، ماشي التغذية، نيتريشن مادة يعني بسيطة، ولكن علم الأغذية، الفود ساينس، السيونس أليمونتير، اللي ما عندهش علم ما لا يقدر، أنا قلت غير مرة، لا يقدر أن يتجرأ على النصائح في هذا الميدان، لا يقدر، لأنه سيفضح، لأنه سيفضح. يعني هكذا حتى أن نصائح لا تتكلم عن اللحم أنه يزيد في المناعة، من أين أتت هذه النصائح؟ من أين أتت؟ أي بحث علمي وأي ذلك؟ أن اللحوم تزيد في المناعة، لماذا؟ لأن المكونات المناعية لزيمين أن عندهم طبيعة بروتينية غريبة، طبيعة بروتينية تأتي من الحمضيات الأمينية التي يركبها الجسم ويخمل، ثم الحمضيات الأمينية هي موجودة في الفول وفي الحمص وفي العدس وفي الفاصوليا وفي الشيء، توجد في اللحم، غريب. حنا كيولي بداو يعني يستعملون مصطلحات علميه كي يزكوا للناس استهلاك هذه الماده، واش فهمتي؟ ولكن نحن سنوضح للناس كل شيء، وسنوضح هذه الاشياء، وسننظف هذا المجال، سنطهره وسننظفه من هذه النصائح العوجاء هكذا التي تاتي عن يمين وشمال للناس ان شاء الله. وهذا الميدان له اصحابه، وكل شيء يدور ويعود الى الاصل.